السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت ما تبخلوش في دعمنا بالاعجاب والتعليق الايجابي ومشاركة الفيديو علشان نستمر في نشر الفيديوهات. موضوع قيمة الجهد الاحادي او الواحد فاز وقيمة الجهد الثلاثي او التلاتة فاز والتردد لاي دولة في العالم دلوقتي بقى سهل جدا يا جماعة. اي دولة تقدر دلوقتي تعرف قيم الجهد الاحادي والثلاثي والتردد اللي شغال عليه بكل سهولة. طيب هدخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش زمن الفيديو، عن طريق التطبيق اللي اسمه الحسابات الكهربائية، كنت نزلته من على جوجل بلاي على الاندرويد، والناس اللي بتسأل التطبيق ده موجود على اب ستور، ممكن تبحث بالاسم عنه وتخلي بالك من صورة البروفايل، نفس صورة البروفايل دي يا جماعة. هضغط على برنامج او تطبيق الحسابات الكهربائية عشان ادخل عليه، وبعدين هحرك في التابس اللي فوق كده على كلمة موارد، وبعد كده هنزل على الكهرباء حول العالم واضغط عليها. هلاقي الصفحة دي اتفتحت معايا، هاجي جنب كلمة عداد كده، أول دولة موجودة عندي في الترتيب الأبجدي هنلاقيها أفغانستان يا جماعة، أفغانستان. طبعا لو ضغطنا على السهم ده هتجيب لنا كل دول العالم اللي موجودة، اللي تقدر من خلال التطبيق ده هو ان انت تعرف الجهد الاحادي والثلاثي والتردد اللي شغال عليه الدولة، وكمان هيدينا حاجة زيادة مخارج الطاقة اللي مشهورة عندها. طيب افغانستان الجهد الاحادي عندها 220 والثلاثي عندها 380 والتردد 50 هرتز. طيب مخارج الطاقة المشهورة في افغانستان ايه يا جماعة؟ مخارج الطاقة عندها تايب سي وتايب اف. هنضغط على السي كده ونشوف الفيشة الدكر المشهورة عندها بالمنظر ده كده، والبريزة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنضغط على الاف، هلاقي ان التايب اف او النوع اف مخرج الطاقة الفيشة الدكر بالشكل ده كده، والبريزة شايفينها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنيجي مثلا لدولة، هفتح كده القايمة وهنزل على الولايات المتحدة اللي هي اليو اس اي. طيب اليو اس اي هلاقي ان احاد التور او جهد الواحد فاز 120 فولت، والثلاثي التور او الثلاثه فاز هلاقيه 208 او 240 او 480، والتردد عندهم كام يا جماعه؟ 60 هرتز. طيب مخارج الطاقه المشهوره عندهم ايه؟ عندهم نوعين، الاي والبي. هنضغط على الاي كده، ده نوع الاي شكل البلاج او الفيشه الدكر يا جماعه، والبريزه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ديت مخارج الطاقه المشهوره عندهم. طيب الطيب بي شكله عامل ازاي؟ بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب هاجي على دوله مثلا علشان الناس المتابعه ليا معظمها مثلا من العراق، هنلاقي ان احاد التور يا جماعه 230 فولت، وثلاثي التور 400 فولت، والتردد 50 هرتز. طيب مخارج الطاقه اللي عندهم مشهوره السي والدي والجي. طيب السي بالمنظر ده كده، وهم برضو يقولوا لنا في التعليقات، وادي نوع الدي بيبقى بالشكل ده، والجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنيجي لدولة تانية مثلا عشان الناس برضو اللي متابعاني من ليبيا. طيب احاد التور عندهم متوفر 230 و127 فولت، وعندهم ثلاثي الاطوار عندهم 220 وعندهم 400، والتردد 50 هرتز. الناس برضو لو في اي حاجه غلط يا جماعه يقولوا لي في التعليقات. طيب مخارج الطاقه المشهوره عندهم اربع انواع، السي والدي والاف والال. السي اهوت، والدي، والاف، والال بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنيجي مثلا لدوله زي سوريا، هتلاقي ان احاد التور عندهم 220 وثلاثي الاطوار 380 وتردد 50 هرتز، ومخارج الطاقه المشهوره عندهم السي والاي والال. السي اهوت، والاي بالمنظر ده، والال بالشكل ده. طيب نيجي مثلا لدوله زي مصر مثلا، عندنا نلاقي احاد التور عندنا 220 فولت وثلاثي الاطوار 380 و التردد 50 هرتز، والمخارج فعلا المشهورة عندنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، والاف، وهكذا بالنسبة لكل الدول يا جماعة. سهل جدا ان انت تدخل على السهم ده وتختار اي دولة في العالم، هتعرف قيم الجهد الاحادي والثلاثي والتردد
وكمان مخارج الطاقة اللي مشهورة عندهم بكل سهولة. في النهاية ياريت نوصل الفيديو ده لأكتر من 100 إعجاب، وشارك الفيديو، ولو ليك أي تعليق سيبوله في التعليقات، ولو أول مرة تتفرج على القناة اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسوش تدعمونا يا جماعة بالاعجاب ومشاركة الفيديو علشان نستمر في نشر الفيديوهات ان شاء الله. موضوع تحديد قيمة المكثف اللي بيتم استخدامه مع المحرك الثلاثة فاز علشان تشغل المحرك ده على مصدر كهرباء واحد فاز، الموضوع بقى اسهل مما تتخيل. برنامج الحسابات الكهربائية اللي نزلته من على جوجل بلاي هيسهل علينا الموضوع ده بشكل كبير جدا. هنفتح التطبيق، خلي بالك بتنقل من القائمة الرئيسية لمحرك، وبعد كده هنزل على المحرك من ثلاث أطوار إلى طور أحادي وهضغط عليها. هتفتح لي طبعا الويندو اللي احنا شايفينها ديت، هيطلب مني ان انا ادخل القدرة بتاع الموتور اللي انا هشغله على مصدر كهرباء واحد فاز وهو اساسا 3 فاز المحرك ده. مثلا هنقول القدرة اللي موجودة عندي 3 حصان، يعني 2.2 كيلو وات، ودي طبعا اعلى قدرة ممكن تشغلها يا جماعة على مصدر كهرباء واحد فاز للمحركات الثلاثية طبعا. طيب فرق الجهد لأحاد الطور، فرق الجهد اللي هتشتغل عليه المصدر طبعا بتاع الكهرباء اللي عندنا اللي هو 230 فولت والتردد 50 هرتز. وبعدين هضغط على كلمة حساب. موضوع سهل جدا زي ما شايفين كده، المكثف طلع 132.38 مايكرو فراد. طبعا هتقربه لأقرب قيمة سواء كان 130 مايكرو فراد أو 135 يا جماعة، المتوفر 134 المتوفر عندك في السوق، أقرب قيمة للقيمة اللي ظهرت عندك. وكمان بيدينا الرسمة اللي من خلالها هتوصل المكثف زي ما انتوا شايفين في الرسمة الأولانية. لو انت عايز المحرك يدور في اتجاه عقارب الساعة هتوصل المكثف ما بين الفي واحد والدبليو واحد، وطبعا بتوصل توصيلة الدلتا العادية زي ما شايفين كده، اليو واحد بالدبليو اتنين والفي واحد باليو اتنين والدبليو واحد بالفي اتنين. والمكثف زي ما انتوا شايفين متوصل ازاي لو عايز تدور المحرك في اتجاه عقارب الساعة. طب لو عايز تدور المحرك في عكس اتجاه عقارب الساعة برضو الرسمة زي ما شايفين كده، نقل الطرف بتاع المكثف من في واحد وداه على يو واحد علشان نعكس اتجاه المحرك. مصدر الكهرباء زي ما باين قدامنا اللي هو ال والان، ال متوصل باليو واحد والان متوصل بالفي واحد. ما تنساش تدعمنا بالاعجاب، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 100 اعجاب ان شاء الله، وشارك الفيديو. ولو اول مره تتفرج على القناه اشترك في القناه بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات من القناه. ولو ليك اي تعليق سيبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.